السلام عليكم. تحديث اندرويد 13 وواجهات الوان يو اي 5 يجلب مميزات عملية ورائعة لهواتف سامسونج جالاكسي، تعرف عليها في هذا الفيديو. اليكم ابرز مزايا تحديث الاندرويد 13 وواجهات الوان يو اي 5 الخاصة بهواتف سامسونج جالاكسي. كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100,000 مشترك فضلا منكم، وليس امرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوت او اول وتابع الفيديو حتى النهاية. تعد واجهة سامسونج جالاكسي ون يو اي من افضل الواجهات الموجودة في العالم، وهذا العام ستقدم الشركة تحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5.0 مع العديد من المزايا العملية والرائعة في هواتف سامسونج جالاكسي. طرحت شركة سامسونج البرنامج التجريبي المفتوح لتحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5 في اوائل غشت الماضي، ومنحت الفرصة لمستخدمي الهواتف الرائدة من سلسلة جالاكسي S22 التسجيل في البرنامج وتجربة التغيرات والميزات الجديدة قبل اطلاقها الرسمي للهواتف المؤهلة في نهاية العام الجاري 2022. ونظرا لأن الإصدار التجريبي من تحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5 متاح للتنزيل في بعض البلدان، فقد تم رصد الإضافات والخصائص الجديدة. يعتقد بعض المستخدمون أو المستخدمين أن الشركة لم تبذل الكثير من الجهد مع أحدث إصدار من واجهات المستخدم، وأن التصميم ظل في الغالب مشابها للإصدار السابق الوان يو اي 4. مميزات تحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5. جعلت هذه التغيرات واجهة الوان يو اي افضل واكثر عملية للمستخدم. اليكم ابرز المميزات العملية التي يقدمها تحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5. لون التام للواجهة. قامت سامسونج الآن بتوسيع دعم ميزة الماتيريال يو في هذا التحديث، والتي تتمثل في جعل ألوان الواجهة تتكيف مع ألوان الخلفية. تجلب واجهة الوان يو اي 5 تعديلات على الخلفية والأسلوب في نظام التشغيل، حيث ستوفر لوحة الألوان الكولور باليت الآن الكثير من حزم ألوان الخلفية للمستخدمين، وليس فقط لون أو لونين، فهنا لدينا كولور باليت بألوان كثيرة. جلبت سامسونج أيضا بعض الرموز الجديدة لبعض التطبيقات المحلية لتحديث التصميم قليلا. اكتسبت تطبيقات مثل المعرض والتقويم والهاتف وملفات وجهات الاتصال رموزا محدثة رغم أن التغييرات طفيفة. تبدو الرموز الآن أكثر تماسكا وتوافقا مع سمة وتصميم واجهة المستخدم الواحدة. إذن الإشعار والنوافذ المنبثقة الآن تأتي في زوايا مستديرة وتتطابق مع ألوان المظهر الخاص بك. هذه السمات الموسعة موجودة في أماكن أخرى أيضا مثل الإعدادات، حيث يتم الآن تلوين العناوين وفقا لإعدادات المسبقة الخاصة بك. بالنسبة لقسم واي فاي جديد، نعم يعتبر الاتصال بالشبكة اللاسلكية أمر رائع، ولكن هناك أوقات تحتاج فيها إلى معلومات متعمقة حول وضع الشبكة لديك. تم العثور في التحديث الجديد على واي فاي مخفيا في لوحة الواي فاي، وهو قسم مستقل يفتح مجموعة كبيرة من الخيارات المختلفة للاتصال الخاص بك. بعض هذه الخيارات مدمجة موجودة في خيارات الواي فاي الأخرى، ولكن معظمها جديد. يمكنك الآن رؤية إعدادات مثل إعطاء الأولوية للبيانات المهمة والتبديل إلى شبكات الواي فاي الأفضل. التحكم في أنواع الإشعارات لكل تطبيق. بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في إجراء مزيد من الضبط الدقيق للمكان الذي يتلقون فيه إشعارات التطبيقات الخاصة بهم، فإن تحديث اندرويد 13 وواجهة الوان يو اي 5 ستمنحك القدرة على اختيار نوع الإشعار الدقيق من ثلاثة خيارات، وما إذا كان مسموحا به أم لا.
لذلك إذا كنت لا ترغب في رؤية الإشعارات في شكل شارع على شاشة القفل الخاصة به أو الخاصة بك، فتوجه إلى إعدادات الإشعارات وانقر على مربعات لتعطيلها واترك النوافذ المنبثقة مفتوحة. هذه ميزة سهلة أو ما سهلة الاستخدام، مصممة لدعم قدر من الخصوصية للمستخدمين. تحسين التحكم في الوايجت. تحتوي واجهات الوان يو اي 4 على شكل خاص من عناصر واجهات المستخدم المكدسة التي كانت تسمى سمارت وايجت، ومع ذلك فإن تحديث الوان يو اي 5 يجلب تحسينات في شكل عناصر واجهات مستخدم قابلة للتكديس بسهولة مثل الاي او اس. الآن بدلا من الاضطرار إلى الانتقال إلى قائمة الأدوات لإضافة عنصر واجهات مستخدمين أو واجهات مستخدم ذكي، يمكنك ببساطة سحب وإسقاط عنصر واجهات مستخدم بحجم مماثل فوق عنصر واجهات مستخدم آخر، وسوف يتحول إلى عناصر واجهات مستخدم مكدسة. هذا يعني أيضا أنك لست مقيدا بحجم واحد طالما أن كلتا الأدوات الخاصة بك متساوية القياس، يمكنك السحب والإفلات وإنشاء وايجت مكدسة. يتيح لك التحديث أيضا تحرير هذه الحزمة عن طريق الضغط عليها مع الاستمرار لإضافة أو إزالة عناصر واجهات المستخدم بسهولة. تحسين تعدد المهام. أصبح تعدد المهام أسهل قليلا في تحديث الأندرويد 13 وواجهات الوان يو اي 5 مع القدرة السلسة على سحب التطبيقات وإفلاتها إما في النصف العلوي أو السفلي من الشاشة لتمكين وضع تقسيم الشاشة. لذلك لن تحتاج بعد الآن إلى فتح مبدل التطبيقات والضغط على خيار تقسيم الشاشة لفتح تطبيقين في نفس الوقت. يعمل هذا مع جميع التطبيقات ويمكن للوصول إليه بكل سهولة. على وعلى ذلك جربت سامسونج لابس أيضا ميزتين جديدتين تعمل إيماءات المهام المتعددة جديدة، هذه على تسهيل تحويل النوافذ إلى نوافذ عائمة منبثقة أو تقسيم الشاشة. ما عليك سوى التمرير سريعا لأسفل من الزاوية اليمنى العليا وسيتسع تطبيقك أو تطبيقك وفقا للإيماءات أو المرسومة الإيماءات المرسومة. تغييرات واجهات مستخدم الكاميرا. تم رصد ميزة العلامة المائية للكاميرا مع تحديث سامسونج الجديد One UI 5 والتي كانت تتوفر منذ فترة طويلة في كاميرا هواتف هواوي والكثير من الشركات. رغم استعارة هذه الميزة إلا أن تحديث One UI 5 أدى إلى تحسين ميزة العلامة المائية والتي تستحق الثناء، حيث تتيح للمستهلكين تمكين العلامة المائية المخصصة والتاريخ والوقت. ومع ذلك يمكن للكاميرا في هواتف هواوي فقط طباعة اسم الهاتف إلى جانب تقنيات الكاميرا. يمكن للمستخدمين الذين تلقوا تحديث الوان يو اي 5 الوصول إلى هذه الميزة الآن من خلال تطبيق الكاميرا موجود في هواتف سامسونج جالاكسي مع الوان يو اي 5، ثم الإعدادات وثم انقر فوق العلامة المائية وقم بتمكين شريط التمرير لتفعيل هذه الميزة بكل بساطة. الميزة الأخيرة والرائعة، استخراج النص. إلى جانب تغييرات الكاميرا المتعلقة بالتقاط الصور، يأتي تحديث أندرويد 13 وواجهات الوان يو اي 5 أيضا بقدرة استخراج نصوص سلسة، على الرغم من أن ميزة الوان يو اي 5 الجديدة هذه تذكرنا بالنص المباشر لنظام الاي او اس 15، إلا أنها لا تزال سهلة الاستخدام، وهناك طريقتان يمكنك من خلالهما الوصول إلى استخراج النص على هواتف سامسونج التي تعمل بواجهات الوان يو اي 5. يمكنك استخراج النص من أي صورة. أسهل طريقة للوصول إلى استخراج النص هي فتح تطبيق المعرض والفرز للوصول إلى صورة. سترى على الفور رمز T يشير إلى القدرة على استخراج النص، سيؤدي الضغط عليه على الفور إلى تحديد كل النص الذي يمكن أن يقرأه نظام التشغيل. يمكنك بعد ذلك النقر مع الاستمرار فوق أي نص ونسخه ببساطة وتحديده بالكامل ولصقه في أي مكان أردت.
نظرا لأن واجهات الوان يو اي 5 تستند إلى نظام اندرويد 13 فإنها تضم أيضا جميع الميزات الجديدة لنظام اندرويد 13، وهذا يشمل إعدادات اللغة لكل تطبيق وإشعارات الاشتراك لتطبيقات وغيرها. إذا لم تحصل بعد على آخر تحديث لنظام الاندرويد فإليك ما يمكنك توقعه مع الاندرويد 13. يمكنك مشاهدة الفيديوهات السابقة على قناتي وما هو آخر تحديث وصل إلى هاتفك أو هاتف سامسونج الخاص بك. شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.